نتكلموا على الدعم ديال الدولة للسكن المنصوص عليه في مشروع قانون المالية لسنة 2023. مجموعة ديال الأشخاص بداو كيهضروا شكون اللي غيستافد شكون اللي ما يستافدش. كاملين بغينا نعرفوا شكون هي الفئة اليوم المستهدفة، كيفاش غادي تتم هذه العملية ديال الدعم، وشحال غادي نتلقاو ديال الدعم إلى آخر ذلك. هذو هما الأسئلة اللي كنطرحوها جميع، وطبعا غادي نعرفوا الأجوبة ديالها على لسانكم أستاذ جدري. دابا قبل ما نجاوبوا على هذا السؤال هذا، ضروري أننا ندوي شوية على السياق اللي جا فيه هذا الإجراء ديال الحكومة، لأنه هو إجراء اللي هو مهم جدا. اللي خصنا نعرفوا هو أن المغرب يعني خلال هاد على الأقل 10 سنوات الأخيرة دار واحد المجهود كبير في كل ما يتعلق بدعم السكن الاقتصادي. نعم. حيث أن كان عندنا واحد دعم للمنعشين العقاريين عن طريق الضريبة على القيمة المضافة، وبالتالي هذا الثمن هذا كان محدد في 250,000 درهم، وكان واحد الشقق أخرى اللي ذات السعر المنخفض ديال 140,000 14 مليون و25 مليون. ولكن اللي خصنا نعرفوا هو ان هذه السياسه هذه صحيح انها خفات من الضغط ومن العجز ديال السكن بصفه عامه، ولكن رغم ذلك كان فيها واحد مجموعه من المعيقات. من بين هذه المعيقات هذه هو ان اليوم عندنا في جهات ديال جهات المملكه العرض هو اكثر من الطلب، وعندنا في جهات اخرى العرض هو اقل من الطلب. مثلا ملي كندوي مثلا على جهات الدار البيضاء، ولا مثلا الجهه الشرقيه، ولا من جهه فاس مكناس، كنلقاو بان العرض يوازي الطلب. ولكن مثلا كندوي مثلا على الجهه ديال طنجه تطوان ولا سوس ماسا، كنلقاو بان العرض ديال الشقق هو اكبر بكثير من الطلب اللي هو مطلوب. وبالمقابل مثلا ملي كندوي على خنيفرة بن ملال ولا مثلا على الرباط، كنلقاو بان العرض هو اقل من الطلب. وبالتالي كان اليوم السياسه كتمتجهه نحو دعم العرض، اليوم السياسه الحكوميه غتبدل وغتمشي باش انها تدعم الطلب ديال الناس، بحيث ان هذوك الناس اللي غتدعمهم الدوله بدعم مباشر، وهذا امر مهم جدا بالنسبه للمغرب، لان اول مره في تاريخ المغرب غنعطيو الناس دعم مباشر للناس. نعم، دعم مباشر باش نفهموا سي جدري، مي كنقولوا دعم مباشر وانا واحده من الناس اللي بغيت نفهم، واش غادي يعطيونا الفلوس من يديهم ليدينا؟ هذا هو الدعم المباشر. الدعم المباشر هو ان الناس غادي ياخذوا واحد القدر ديال الفلوس. نعم. يعني اما فلوس واما غتمشي لهم عن طريق البنك، عن طريق القرض ديالهم. نعم. باش ندوب يعني بالدارجه باش نفهموا جميعا. الناس يفهموا هو ان اليوم واحد السيد باش يستافد من هذا الدعم ديال السكن، كاين مجموعه من الشروط. اول شرط اللي هو اساسي هو ان خاص يكون عنده جنسيه مغربيه، يعني بالنسبه للناس اللي هما اجانب مقيمين بالمغرب هذا اجراء غير معنيين به. الاجراء الثاني هو ان هذا السيد ولا هذه السيده هذه اللي غيبغي يستافد من الدعم للسكن ما خاصوش يكون يملك سكنا، يعني ما عندوش واحد التيتر في المحافظه العقاريه، ما عندوش واحد السكن ديالو، وما عمره ما استافد من شي اجراء ولا شي امتياز كانت تسبق الدوله دارته، مثلا اعاده الاسكان، او مثلا واحد ما استفاد من السكن عن طريق السكن الاقتصادي عن طريق الدعم ديال الدوله. نعم. ولا مثلا استفاد من فوغاريم ولا شي حاجه اخرى، يعني خص يكون ما استفادش، وبالتالي يعني غنمشيو اساسا عند الناس اللي هما باقيين جداد، الناس اللي هما مقبلين على الزواج، الناس اللي هما الشباب. هذا هو اجراء المساله الثانيه. المساله الثالثه هو انه خاص ضروري هذاك العقد ديال البيع يمر عن طريق واحد الموثق. نعم، يعني وهذه باقي النقطه غادي نوقفوا عليها، لان خلقت واحد الضجه اللي هي كبيره اليوم. العدول راه خارجين في مسيرات احتجاجيه ووقفات احتجاجيه الى اخر ذلك، واضراب اللي غادي يكون في نوفمبر وربما حتى اليوم وغدا وبعده، دايرين اضرابات لانهم تقصوا من هذه العمليه ديال التوثيق. تفضل. غيمشي عن طريق البيع، يعني النهائي وعد بالبيع ووعد بالبيع عن طريق عند الموثق. من بعد منه هاد السيد خصو يلتزم بانه يسكن في هذا المحل اللي غادي ياخذ إيه على الاقل 4 سنوات، بمعنى انه يعني خصو يكون سكن رئيسي ديالو. ما نكريو، ما يمكنش انا كنسكن في الرباط وغنشري واحد الدار في بوزنيقه ونبقى انا ساكن في الرباط ونسمي لك سكن رئيسي. لا، خصو، لان شنو غيوقع؟ هو ليبوتيك اللي كنا كنعطيو قبل كنعطيو للبنكه، اليوم غنعطيو للدوله، وبالتالي كسير ما غيستلم واحد الدعم، غطيه ملي غيمشي هو عند العقد النهائي عند الموثق، غادي ياخذ واحد الدعم، اما دعم مباشر واما عن طريق واحد استعداد الفائده. نعم. يعني بالعربيه التعربت هو ان هذا السيد هذا مني غادي يمشي، مني غيسالي غيمشي عند البنكه. شنو الدوله قالت بان كاين جوج ديال السكنات، السكن الاقتصادي اللي هو سكن اقل من 300,000 درهم، والسكن المتوسط بالنسبه للطبقه المتوسطه اللي هو اقل من 600,000 درهم، يعني الناس اللي غيشتروا ابارتمون 30 مليون و60 مليون. نعم.
بيان سور الدعم اللي دار 60 مليون ماشي هو الدعم ديال 60 مليون، اظن بان الدعم 60 مليون يكون شويه اكثر من غير مي كتقول مثلا الدوله اليوم تلتزم انها تعطي الفلوس يعني بشكل مباشر للمواطنين المعنيين، وحنا باقيين غادي نشوفوا شكون الفئه المعنيه. واش اليوم كاينه شي صيغه قانونيه تلزم الحكومه انها تلتزم بما قالت؟ لان كانوا امور واحده اخرى اللي تقالت من قبل ولم يتم الالتزام لا بها. لا هذا ماشي اجراء، لان حنا كنعرفوا السي جدري كنعرفوا بانه اليوم قبل ما كنخرجوا بشي قرار فاكيد كندرسوه وكنديروا واحد البرنامج وكنوضعوا واحد الصيغه قانونيه التي تلزمنا اننا نلتزموا يعني نديروا داك الشيء اللي قلنا. واش اليوم كاينه صيغه قانونيه اللي لا لدي اليقين بان هذا الشيء غيطبق؟ علاش؟ لان اول حاجه هو جا في مشروع قانون الماليه. نعم. وقانون الماليه هو ملزم للحكومه بدرجة اساسيه، وكتقول في مشروع القانون المالي بان غدير واحد نص تنظيمي اللي غيبين كيفاش الامور غدير. نعم. باش نكملوا الامر ديال هاد الناس ملي غادي ياخذوا هاد الدعم اللي هو مباشر، هو غالبا كيفاش تتم عمليه الانتقاء بدايه؟ عمليه الانتقاء هي الشروط انني نكون مغربي جنسيه، نكون معمري ما استفدتش. واش حديث يلا تزوجت ولا غادي نتزوج يعني فئه الشباب؟ كنظن ان هذا غيكون واحد الامتياز، ولكن جميع الناس اللي ما عندهم اللي ما عمرهم ما استافدوا وبغاو ياخذوا راسك الرئيسي ومفتوح لهم هذا الباب ديال الدعم هذا. نعم، لانه عزيز اخ نوش رئيس الحكومه يوم الاثنين مجلس النواب قال ان الحكومه تعتزم تقديم مساعدات ماليه مباشره للمقبلين على اقتناء السكن، خاصه استروا عليها منهم الاسر حديثة التكوين والشباب المقبل على الزواج. هادو غير خاصة، ولكن هو مفتوح لجميع المواطنات والمواطنين المغاربة. اذا مغربي عندي دخل قار ما عنده علاقة. ما عنده علاقة. إيه ما عنده علاقة. ولكن كيفاش غادي يلتزم انني غادي نرد واحد المبلغ يعني؟ نعم. قلنا بان هذاك السيد اللي غادي ياخذ الدعم ديالو غادي يخلي هاد ليبوتيك عند ليبوتيك باش نفهمهم. هو الرهن. الرهن اليوم التيتر ديالنا ما كناخذوش ملي كناخذوا واحد حتى كنكملوا الكريدي. هذا الرهن غيبقى عند الحكومه اربع سنوات، ملي غتسالي اربع سنوات ديالك غتجيب واحد الطلب ديال رفع الرهن، وغتجيب العقد ديال البيع النهائي ديالك، وغتجيب بطاقه وطنيه ديالك فيها لادغيس اللي كاينه في ذاك السكن، ولا شهاده اداريه مع السلطات المحليه كتقول بانك سكنتي اربع سنوات، بالاضافه الى وصل بانك خلصتي الخدمات الجماعيه يعني الضريبه ديال النظافه الجماعاتيه. هاد الامور كتعطيها للسلطه المختصه وكيعطيوك رفع اليد عن الرهن. نعم. هاد الساعه بعد اربع سنوات هاد السيد يسكن تما كاينه، ما يسكنش تما كاينه، يبيعها يكري هذا براسو، المهم اربع سنوات خصو يسكن سكن فيها. نعم. وجميل اننا كنسمعوا هاد الامور هذه كامله، وهذه ربما تحسب للحكومه الحاليه. 0522 77 24 24 0522 77 24 24 غادي ناخذوا اول اتصال هاتفي. عثمان من مدينه الدار البيضاء، السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل سي عثمان. اول حاجه انا بغيت نهضر عليها، راه ملي كنقولوا بغينا نديروا دعم كنقولوا وفق واحد المنظور اللي كيضمنوا في الاساس يكون عندي في البرنامج الحكومي، لانه حكومه سي اخنوش ملي كانت قالت لينا راه السياسه الاجتماعيه ولا الشق الاجتماعي هو اللي حاضر، كيكون هذا مثلا كنقولوا هنا في البرنامج الاجتماعي عندنا دعم الاسر اللي يلاه ناشئه اللي يعني غيتزوجوا مثلا، عندنا دعم مثلا الارملات، عندنا دعم المطلقات، وهذا القانون الرقم كذا كذا هو اللي غيأثر هذا الدعم وهذه السياسه الاجتماعيه. دابا ما عندناش هذا الشيء، يعني حنا راه مجرد تصريحات كيف ما سبقتها التصريحات الحكومه ديال العثماني وبن كيران وحتى ديال الحكومه ديال اخنوش، دابا راه نفس الشيء، تصريحات حكوميه لا تعني انني صافي ضمنت واحد 30 مليون ولا ضمنت 20,000 زادت في الصغير ولا ضمنت واحد 40,000 غتزاد لي ثاني في التقارير. بمعنى السي عثمان، بمعنى انه صريح الحكومي ديال اي رئيس حكومه لا يصبح حقيقه وملزم قانونيا لهذه الحكومه ولا للمؤسسه الحكوميه الا اذا كان عنده اطار قانوني، يعني قانون كيأثروا جاي بناء على واحد القانون الرقم ديالو كذا وكذا، هذا الرقم اكس اللي الرقم ديالو كذا وكذا كيقول لك بانه وفقا للفصل الدستوري كذا وكذا وبناء على البرنامج والسياسه الحكوميه تحت اشراف صاحب الجلاله ورؤيه صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله تم اخراج برنامج كذا بتاريخ كذا ويتضمن وهذا القانون ولا هذا البرنامج. بمعنى سي عثمان اليوم تشكك فيما قيل؟
هذا مجرد فقاعة إعلامية لا أقل ولا أكثر. شكرا لك عثمان، الفكرة واضحة. محمد من أكادير من بعدنا إمام الدار البيضاء. محمد السلام عليكم. محمد الله كده. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. يا سيدي أستاذي وعليكم. تفضل سي محمد. دخل ديال أستاذ أنا بنعرف هذا الدعم دابا واش العالم القروي بالنسبة لي تاهو معطي تستافد ولا ما يستافد وكيفاش غادي يستافد؟ واخا شكرا لك محمد من أكادير. نعيمة من الدار البيضاء السلام عليكم. عليكم السلام، كيداير الحبيبة ديالي لاباس عليك؟ الحمد لله الله يبارك فيك. الحمد لله. لا نعيمة تفضلي. اللهم آمين حنا وأنتوما. أختي الله يستر عليك على قبل ولد ديالي إن شاء الله تاهو الله يتزوج و وما عندوش المحل فين يسكن. دابا بغينا يفسر لينا الله يستر عليك هذا القرار اللي خرج صرنا عام الفرحة الله يلا فرحت انا بعد واخا لا نعيمة وبقي معنا في الاستماع. واخا واخا لا نعيمة واخا. شكرا لك نعيمة. ناخذ مجدة من دار البيضاء ونرجع عند الضيف الكريم. مجدة السلام عليكم. عليكم السلام. لالا مرحبا. الله يخليك، عندي غير واحد المداخلة. إيه؟ كنعرفوا حنا بأن لا حكومة أخ النوش لا بن كيرا لا الحكومة كاملة داك الشيء ديالهم غير شفاوي، مش حتى شي حاجه على ارض الواقع. دونك هاد الشيء اللي قالوا دابا ديال انهم غادي يعاونوا الشباب المقبل على الزواج بالسكن وهذا، بغيت غير نعرف واش بصح غادي يستافدوا منها المواطنين المغاربه كاملين ولا غيستافدوا عاوتاني غير العائله اخ النوش ولا العائله القجاع ولا فهمتي، حيت حنا عندنا هذا التميز هذا. دونك السؤال ديالي واش هاد القضيه هذه اللي داروا هاد المساله اللي داروا واش المغاربه كاملين ولا غير عاوتاني لواحد الفئه محدده ديالهم العمال ديالهم ولا هذا؟ واضح 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 واضح. لا مجدة من مدينه الدار البيضاء 0522 77 24 24. الناس اللي كتبعنا عبر الصفحه الرسميه فيسبوك راديو اصوات مرحبا بكم، ايضا الصفحه الخاصه بالبرنامج باغي تعرف. استاذ جدري، سمعنا الفقاعه الاعلاميه، سمعنا واش العالم القروي اليوم غادي يستافد ولا لا. نعيمه اللي طايره بالفرحه لان ولدها ما عنده سكن هو عاد زوج، ومجده اللي كتقول لك اليوم هادشي غير هضران لان حتى شي حد ما كيلتزم، وحتى في حاله التزام واش غادي يستافدوا المغاربه نيت اللي محتاجين او لا غتمشي لفلان وفرتلان. لا خصنا نعرفوا ان احنا في المغرب اليوم الحمد لله احنا دوله مؤسسات، والدوله هذه كاين القانون ولا كيسيرها. اليوم عندنا مشروع قانون الماليه في الماده 8 ديالو كيقول بان هناك دعم مباشر للسكن، هذا قانون تنظيمي، قانون اللي كتسير به البلاد ديالنا، بمعنى يلزم اليوم يلزم الحكومه. قسما من ذلك هو ان الماده 8 كتقول في اخر فقره ديالها بان غيكون واحد نص تنظيمي اللي غيطبق هادشي. خصنا نعرفوا باش نكون واضح مع الناس ابتداء من فاتح يناير 2023 غيبدا ويستافدوا من هاد الامور هذه. من فاتح يناير يعني الناس اللي كتسول يعني من فاتح يناير يعني من غادي نفاليديو القانون المالي ديالنا في اواخر شهر 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 جانفير كيبدا هو فاتح يناير. مع فاتح يناير غنستناو نص التنظيم يخرج لنا وغنبداو الناس انهم يستافدوا. قضيه اخرى هادشي فقاعة اعلاميه وهادشي دار، ما خصناش نساو بان الناس راه اليوم كيستافدوا، راه اليوم كيستافدوا مش ما كيستافدوش. ملي كيمشي لك السيد ياخذ الشقه الاقتصاديه 25 مليون، الثمن ديالها ماشي 25 مليون، الثمن ديالها هو 30 مليون، غير هو كيخلص 25 مليون. وهذاك المنعش العقاري كيمشي عند الدوله وكتعوض ليه الضريبه على القيمه المضافه اللي هي 5 مليون، بالتالي اليوم راه كاين مجهود اللي كيدار. وهذا هو اللي خلى المغرب اليوم انه يعني رفع من العرض ديالو وقلص من 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 الخصائص اللي كان عنده في السكن. هذه كلها امور، ولكن اليوم كندوي على الثقه بالمؤسسات بالحكومه، هذه كلها امور اللي ممكن تناقشوا فيها. ولكن هذا الشيء ابتداء من يناير 2023 الناس غيبداو يستافدوا من دعم مباشر للسكن. نعم بالنسبه للعالم القروي نعم. اليوم الاختلاف الواضح اللي كاين اليوم شنو هو؟ ان ما غنبقاش اليوم انايا كنتسنى هذاك المنعش العقاري هو اللي صوب لي هذيك الاقامه ديال الاقتصادي فين هي مناسبه هو. كنشوفوا اليوم مثلا كيمشيو كيكونوا في ضواحي المدن كيكونوا بعاد. اليوم انا كمواطن بسيط كنختار البلاصه اللي بغيت فيها انا يكون السكن ديالي، تكون في ضواحي المدينه تكون وسط المدينه تكون غير هو شنو هو، طالما الفلوس عندي في يدي وتكون اقل من 30000 درهم وتكون اقل من 60000 درهم. الناس اليوم هي طبقه ديال نهضروا عافاك قل 30 مليون و60 مليون. نعم كيفاش غيكون الدعم؟ الدعم غيكون عند الموثق. ملي غندير انايا الدعم ديالي عند الموثق، الحكومه اما غتعطيك واحد التصبيق يعني مثلا 30 مليون الحكومه غتعطي واحد 4 مليون او 5 مليون، وغتقول لي ملي غتمشي للبنكه والبنكه غدير لك واحد السعر ديال الفائده ديال 5% او 6%، انايا كحكومه غنبيعوا لك غير ب 4%.
وهذيك 2% اللي هي الزايده انا الحكومه اللي غنخلصها عليك كيتسمى دار اوتو بونيفي. وهذا الشيء هو اللي جاب التصريح ديال السيد فوزي قجع الوزير المجدد. انا غادي نرجع معاك باش نفصلوا اكثر لان بزاف الناس بغاو يفهموا شحال غتعطينا وفين غادي نمشي واش ضروري نتعاملوا مع البنكه او لا مثلا يكونوا عندي فلوسي انا مثلا تعطيني الدعم وما تبقى غادي نكملوا انا واش الرهن غادي نعطيه للبنكه ولا ما غاديش نعطيه. على العموم يعني مجموعه التساؤلات اللي كتطرح في هذا الباب غادي ناخذوا خالد من قنيطره 05 22 77 24 24. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل. مرحبا سمعت. وعليكم السلام. واحد المداخله بخصوص هذا الناس هذا راه كان واحد جوج ديال الناس في نفس السياق انهم لاحظوا على هادشي اللي كتقولوا الحكومه لا الحكومه السابقه ولا هادي ديال الشيخ نوس. يعني ما كيكونش داكشي كيكون ضبابي بحال دابا يعطيونا الناس اللي استافدوا كان الجريده الرسميه كان مواقع تخص الحكومه يعطي بحال مثلا برنامج فرصه برنامج انطلاقه بحال هاد البرامج اللي كيقولوهم وكيخسروا عليهم واحد يعني واحد لاصوم كبيره باش يديروا لطيب عليهم والاشهارات ويدخلوا الناس بان راه كنديروا كنعاونوا هذه يعطيونا واحد لا ليست ينشروها من حقنا نعرفوا شكون اللي كيستافدوا شحال من الناس اللي استافدوا. نعم. الور هادشي المواطن ما كيشوفوش ها باش ولا عندنا واحد الشك ما بقيناش كنثقوا في هاد الناس للاسف هذا هو المشكل. شكرا لك شكرا لك شكرا سي خالد من القنيطره. غنرجع معك استاذ جدري لان الناس باقين كتسال كيفاش غتتم عمليه الاستفاده. اذا قلنا العالم القروي حتى هو معني غادي ياخذ دعم الناس اللي كيلقاو فيهم الشروط ما حدوش شحال ديال الدعم اللي غادي يتعطى. كنتسنى دابا النص التنظيمي هو اللي غادي يجي. نعم. اللي غيحدد لنا جميع الشروط غير هو الدعم غيكون دعم مباشر يعني هذاك السيد غياخذ واحد الطرف ديال الفلوس وغيكون طريقه اخرى هي طريقه ديال عن طريق كما قلت لكم سعر الفائده. نعم. اللي هو مسقف الا كان في السوق ساوي 6% او 5% الحكومه غتبيعوا لي عن طريق الابناك بواحد 4% او 3% وهذاك الفارق غتخلصوا الحكومه على المواطن بالنسبه للبنكه. ليبوتيك الرهن ما غيكونش عند الابناك الرهن غادي يكون عند الحكومه لان هي خصها باش يكون عندها 4 سنوات خص السيز يكون 4 سنوات. ممكن ندوي على امثله تفصيليه باش نبسطوا للناس. واخا تفضل تفضل. الى واحد السيد مثلا عنده واحد الطرف ديال الفلوس. نعم. الى مثلا واحد السيد مثلا نقولوا بانه مشى لقى واحد لابارتومون ساوي 30 مليون. نعم. ولكن هويا عنده واحد 25 مليون او 24 مليون عنده في يده. إيه. هاد السيد غيمشي عند النوطري يقول له انا عندي الفلوس في يديا ها هي فلوسي في يديا شنو خاصك؟ الحكومه غتكمل داكشي اللي بقى. انا قلت مثلا نعطيه 4 ملايين او 5 ملايين هذه لا يلزم هذا نص تنظيمي هو اللي يقول شنو غيعطي. شكون غادي يكون صله الوصل ما بين الحكومه والمواطن استاذ جدري؟ هو الموثق. واش الموثق اللي غتحددهم الدوله ولا الموثق اللي كنختاروا انا؟ كنظن بان يكون مفتوح جميع الموثق كما نعم. كاين اليوم لان اليوم حنا ملي كنخلصوا لابارتمون ديالنا كنخلصوا عند الموثق والموثق هو اللي كيخلص المنعش هو اللي كيخلص المنعش العقاري هو اللي كيخلص البنك اللي كان كريدي هو اللي كيخلص الضريبه وكيخلص كل شيء. اذا المنعش العقاري هو اللي كيبقى يتكلفنا بالامور. يعني حنا كنعرفوا اليوم مثلا ملي كتاخذ كريدي من واحد البنكه فهي اللي اولا كتاخذ من عند واحد الشركه هي اللي كتحدد لك الموثق اللي غتمشي مع تمشي عنده. وكذا ماشي اجباري. ماشي اجباري لان في هذيك الساعه الا بغيت تمشي على الموثق ديالك كتمشي عنده غير هو الموثق ديال الشركه كيكون سهل لان عنده صيغه الوصل مع الشركه عنده جميع الملفات كتمشي عنده يعني الامور غتسهل. الا مشي عند موثق اخر هذا لا يمنع ولكن غير الامور تطول شويه. كما قلت بان هذا السيد اللي عنده مثلا 25 مليون غيمشي عند الموثق وعند الموثق غادي ياخذ 5 مليون اللي هي باقيه ليه. غندو مثال اخر واحد السيد ما عنده والو ما عنده حتى شي درهم ما عنده بغى يمشي يستافد من واحد السكن بغى ياخذ كريدي من البنكه ملي غيمشي عند البنكه في اغلب الاوقات هاد المعيشة العقاري كيطلبوا واحد التصبيق. الحكومه اليوم غتعطيه هذاك الدعم ديالو على شكل التصبيق، يعني هذاك 4 مليون اللي غادي ياخذ او 3 مليون غادي ياخذها ويسبقها هو المنعش العقاري ومني غيمشي للبنكه مثلا البنكه غتقول ليه 6% او 5% غيخلص هو 6% ولكن غادي يخلص في نهايه المطاف غير 3% او 4% والفارق غتخلصوا الحكومه على السيد هذا. هذاك هو يكون يعني الدعم اما يكون دعم هو عن طريق واحد التصبيق وعن طريق لو طوبونيفي اللي هو